جيلرمي وبالجول جول. هدف الأول لصالح نادي الكويت من طبعا ضربة جزاء بعد خطأ من اللاعب نادي اليرموك. وهذا يقول صوروني طبعا يقول لي مرة ثانية اللعب إلى جيلرمي يقطعها بالجول جول. رافائيل والهدف الثاني من كرة مرتدة تلعب. ونشوف اللعبة كانت حلوة من طبعا نشوف قطعها جيلرمي إلى الوادي والوادي توصل مرة ثانية إلى مساعد ويسدد ونشوف المرتدة. وهذه خطرة جول من الطويل من عبد الرحمن الطويل من كرة اغتنمها بيساره على طبعا المرمى فاضي. عليك يا خبرة إذا انت اللعب توصل جيلرمي إلى عبد الرحمن. يا سلام كرات جول جول. نشوف الألعاب الحلوة الألعاب الفنية والخبرة في هذا الكرة إلى علي. علي يحاول وعبد طبعا عبد الله ثامر يضايقه في هذه اللعبة وفي هدف وتسديده يعني فاجأتنا كلنا. تسديده وهدف طبعا من ديفيد مورا هدف لصالح نادي اليرموك. نشوف هذا الثاني من ديفيد ونشوف انقطعت الكرة وتوصل إلى ديفيد مرة ثانية وفي خطأ طبعا دفاعي من نادي الكويت وتوصل وقربت المسافة إلى الرفاعي أمامية إلى جيلرمي وبالجول جول. رافائيل دي سوزا والهدف طبعا الخامس لصالح نادي الكويت من كرة مرتدة